طيب بمناسبة النشاط الرياضي النهاردة، على فكرة في مباراة ثانية في مرحلة البيست اوف فايف في كرة السلة. واحنا بنتكلم النهاردة واحنا في بطولة دوري السوبر للمحترفين، كانت في مباراة أقيمت أول أمس. النهاردة المباراة الثانية الساعة 7:30 8 أكيد هتبقى مباراة على صالة استاد القاهرة الدوري. قدامنا يمكن دي مقتطفات من المباراة الأولى اللي انتهت بفوز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 71-69، يعني فرق باسكت واحد نجح زعيم الثغر انه يكسب الأهلي في اللقاء الأول. لسه عندك فرصة؟ اه طبعا لسه عندك فرصة انك تعوض. انت مرحلة البيست اوف فايف، يعني على الأقل محتاج تكسب 3 مباريات من الـ5 مباريات. خسرت أول لقاء، عندك فرصة النهاردة انك تتعادل، وعندك فرصة تلعب مباراة تانية وتكسب، فبالتالي تتقدم بـ2-1. وفي مباراة اللي هتبقى الرابعة ساعتها تكسب تبقى 3-1، تبقى خلاص خدت الدوري. فعندك فرصة، عندك فرصة، الأمور محسومة، إنك مش محسومة أو الأمور قريبة، قريبة جدا. ولكن مهم جدا التركيز، الحماس، حضور الجمهور مهم جدا، وبناشد جماهير الأهلي اللي عنده فرصة يحضر مباراة النهاردة يتواجد في صالة استاد القاهرة وفي المباريات اللي جاية، لأن حضور الجمهور الاتحاد في المباراة الأولى كان مدي دفعة قوية جدا لفريق الاتحاد، واداله دفعة يقدر يتفوق على الأهلي في اللقاء الأول. دي مقتطفات اللقاء الأول، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة المباراة الثانية هتتلعب الساعة 8 على صالة استاد القاهرة، ويا ضمن مباريات البيست اوف فايف في بطولة دوري السوبر للمحترفين. ده جانب متعلق بقطاع النشاط الرياضي. الجانب الثاني هو جانب متعلق بفريق الكورة. وفريق الكورة عنده أول مباراة رسمية يوم 14/6 في ختام هذا الأسبوع يوم الجمعة إن شاء الله. الأهلي عنده مباراة مع فريق فاركو في الدوري العام. جولة بقى مش بيست اوف فايف زي الباسكت، لا ده بيست اوف ناين، 9 مباريات متتالية في الدوري العام. نتمنى يا رب الأهلي يكون موفق ويحرز الـ27 نقطة عشان يفرق بدري بدري كده في المنافسة مع أقرب المنافسين، تحديدا فريق بيراميدز. في الإطار